وقال لي أحيي وأشكر جميع المتضامنين مع الريف، كيشكر جميع الهيئات الحقوقية أو الجمعيات الحقوقية اللي تضامنت معه، وجميع المحامون اللي ترافعوا، وجميع الأحرار والحرائر اللي كاينين في المغرب وخاصة في الريف. كما يحيي تحية خاصة لريفي الشتات في أوروبا، فهو عاود كيحس على المجريات ديال الفيديو اللي تسرب فين وصلت، والتعذيب اللي تعرض ليه. واش كاين شي واحد اللي يقدر يهضر في هذه القضيه هذه؟ فهذا هو اللي سمعتوا منه قبيل فكذا. والمسائل العائليه راه ما نقدرش نقولها لكم، هذيك الحاله ديالو الصحيه مزيان، بمعنويات مرتفعه جدا. اللي يبغى له يحمق راه انا كنعتقد واهم. ف هو في صحة جيدة تا هو، ونطلبوا يبقى هكذاك دائما في صحة جيدة، وانتم ادعيوا معنا.